كريست، هنقول فرانتال كريست فاليكس سيربراي. ورا الفرانتال كريست بنلاقي في فورامن بنسميها فورامن سيكم، حط على نقطه هنا كده فورامن سيكم اللي بيعدي فيها ايميشن فين كونكت السوبيريور سيريتال ساينس مع الفينز اوف ذا نوز فورامن سيكم. لو جينا شفنا الكريست اللي هو دوت بنسميه كريستا جلي. كريستا جلي لو علمنا عليه بقدر اقول فالكس سيربراي. على جناب الكريستا جلي في الناحيتين بنلاقي في بليت مخرم بنسميه كريبر فورم بليت اوف ذا اسمويد. لو علمنا عليه برضو الكريبر فورم بليت اوف ذا اسمويد اللي بيعدي منه الاولفاكتوري نيرف. لو جينا شفنا الجزء اللي هو دوت الجزء ده هنسميه اوربيتال بليت اوف ذا فرونتال بون اللي هو يمثل جزء من الروف بتاع الاوربت. الجزء الفلات اللي هو هنا بنسميه جيجيوم سفينويدال، جزء من البادي بتاع السفينويد بون جيجيوم سفينويدال. المفروض بنلاقي في سوتشر هنا كده سوتشر بيفصل ما بين الفرنتال بون والاسفونويد بون ودي جيجيوم سفينويدال. الجزء ده في الاسفونويد بون اللي هنسميه ليسر وينج اوف ذا سفينويد. لو علمنا عليه على ليسر وينج اوف ذا سفينويد هنقول سفينو باريتال ساينس. ليسر وينج اوف ذا سفينويد سفينو باريتال ساينس. الليسر وينج اوف ذا سفينويد في الجناب من هنا ومن هنا الحته ديت بنسميها anterior colonoid process. الانتيريور colonoid process اللي بيمسك فيها الانتيريور colonoid process بيمسك فيها الفري بوردر اوف تنتوريوم سيربلاي. لو علمنا عليها هنقول anterior colonoid process free border of the tentorium cerebelli. الجزء اللي هو دوت عباره عن جروف. الجروف اللي هنا اللي هنسميه سالكاس كايزماتيكاس او اوبتيك جروف او جروف فور اوبتيك كايزما. جروف فور اوبتيك كايزما او سالكاس كايزماتيكاس. الجروف اللي انا بشاور عليه بلاقي فيه فورامن داخلك على الاوربت اوربيتال الاوبتيك فورامن او اوبتيك كانال اللي بيعدي في الاوبتيك نيرف اند اوف سالميك ارتري. اوبتيك جروف اوبتيك كانال. لو جينا شفنا بنلاقي في فصه ورا الجروف. الفصه اللي بنسميها هايبوفيزيا الفصه او فصه فور بوتيتري جلاند او سيلا تورسيكا. هايبوفيزيا الفصه او فصه فور بوتيتري جلاند او سيلا تورسيكا. الهايبوفيزيا الفصه محطوط فيها من جوه هنا البوتيتري جلاند او هايبوفيزيا الجلاند. يبقى ادي الاوبتيك جروف وراها هايبوفيزيا الفصة او سيلا تورسيكا. ورا السيلا تورسيكا الجزء اللي بنسميه دورزم سيلي. دورزم سيلي اللي هو الباك اوف ذا فصة دورزم سيلي. لو جينا على الدورزم سيلي وحطينا نقطة في الجناب من هنا او من هنا بوستيريور كولونيد بروسيس اللي هيمسك فيها الفيكسد او الاتاتشد بوردر اوف تنتوريوم سيريبلاي.